بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 97 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تحدثونا عن كيفية محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والأسباب المعينة على ذلك، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن محبة الله أعظم أنواع العبادة القلبية، أعظم أنواع العبادة القلبية. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. محبة الله هي أساس العبادة، ولا يجوز محبة ومحبة غير الله محبة عبودية وذل كسار، ما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. كذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، كذلك محبة أولياء الله، محبة المؤمنين، كل هذا تابع، هذا ما يسمى الحب في الله، تابع لمحبة الله عز وجل، وهي عمل قلبي. ومما يقويها ويعين عليها التأمل في نعم الله وفي آيات الله، إن هذا مما يزيدك محبة لله عز وجل. إذا تأملت إحسانه إليك ونعمه عليك وما أعطاك من القوى وما منحك من الصحة ومن الرزق ومن الأمن، فإن هذا يورثك محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: والدتي لم تصم أكثر من 20 يوما من رمضان بسبب المرض وقد توفيت، هل عليها إطعام؟ نعم. يقول: والدتي لم تصم أكثر من 20 يوما في رمضان العام الماضي وقد توفيت ولم تصم، هل عليها كفارة؟ إذا كانت تركت الصوم من أجل المرض واستمر معها إلى أن ماتت ولم تكمل رمضان بسبب المرض وماتت فيه، فليس عليها قضاء. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، كنت أصلي الفجر بعد طلوع الشمس، فهل صلاتي هذه صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل علي أن أقضي ذلك، مأجورين؟ إذا كنت تؤخرها متعمدا فإنها لا تصح منك، ولكن يجب عليك التوبة والمحافظة على الصلاة. أما إذا كان تأخيرها لنوم أو لنسيان فإنك تبادر بقضائها متى ما ذكرتها أو استيقظت من النوم، تبادر بقضائها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل القراءة في مصحف الجوال أفضل أم في المصحف، يعني المصحف الورقي المعروف، وما الفرق؟ لا فرق بينهما، كله كتابة للقرآن، فقراءتها من المصحف أولى، لأن المصحف معد لذلك وأوضح كتابة، فهو أولى من القراءة من الجوال، والقراءة من الجوال جائزة. نعم. يقول: ما حكم الإسلام في نظركم فضيلة الشيخ في سلام الرجل على أخت أمه من الرضاعة؟ أخت أمه من الرضاعة أخت له من الرضاعة أيضا، فهي خالته، أخت أمه من الرضاعة خالة له من الرضاعة، يسلم عليها. نعم. يقول هذا السائل: حفظكم الله، في حديث لا يدخل الجنة مسبل إزارة، فما معنى هذا الحديث؟ وهل يعني بأنه لا يدخل الجنة ولو حتى كان مسلما؟ أنا ما رأيت الحديث بهذا اللفظ، ولكن الحديث في تحريم الإسبال كثيرة، منها من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، ومنها ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ودخوله في النار من باب الوعيد، فهو يدخلها من باب الوعيد ويعذب فيها بقدر ذنبه ولا يخلد فيها، فيعتبر من عصاة الموحدين الذين تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، سمعت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشرب الماء دفعة واحدة، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، بل
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء دفعة واحدة، لأن هذا فيه تشبه بالبعير، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن يشرب بثلاثة أنفاس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: نسمع في هذه الأيام عن أناس يعالجون بالقرآن مرض الصرع والمس والعين وغير ذلك، وهل في ذلك شيء في علاج الصرع بالرقية؟ القرآن شفاء كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، شفاء للأبدان وشفاء للقلوب، والرقية به جائزة مشروعة لأنها سبب من أسباب العلاج، لكن أن تتخذ الرقية حرفة يتكسب بها وتستنزف بها أموال الناس هذا لا يجوز ولا ينبغي. وكذلك أن يدخل في الرقية من لا يحسنها أو من عقيدته سيئة ولكن طمعا في الدراهم، كل هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كنت أقود سيارتي ومعي والدي ووالدتي وإخوتي، وانقلبت السيارة بنا وتوفيت أمي في الحال، فهل يلزمني صيام؟ هذه تراجع فيها المحكمة الشرعية لتنظر سبب الحادث، هل هو تفريط أو ليس تفريطا، هذا يرجع فيه إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في تقرير المرور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كم مرة ترفع اليد بمحاذاة الكتف في صلاة الفرض والسنة؟ ترفع اليد عند التكبير في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند قول سمع الله لمن حمده. وهناك موضع رابع أيضا مختلف فيه، وهو رفعها عند القيام من التشهد الأول. هذه المواضع التي ترفع يستحب فيها رفع الأيدي الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، كنت في شبابي لا أصوم جهلا مني بوجوب الصيام، وكنا في البادية، والمدة التي لم أصمها 24 شهر، وأنا اليوم كبيرة في السن، ماذا أفعل؟ إذا كنت تستطيع القضاء أجب عليك القضاء مجزئا على حسب استطاعتك إلى أن تخلصي منه، وأما إذا كنت لا تستطيعين القضاء لكبر السن أو لمرض مزمن فإنك تطعمين عن كل يوم مسكينا. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول: كنت مسافر ودخل علي وقت صلاة المغرب، وصلينا المغرب والعشاء، وبعد ساعتين تذكرت بأنني لست على وضوء، فما الحكم في ذلك؟ حكم أن تتوضأ وأن تعيد الصلاتين لأنهما لم يصح منك لعدم الطهارة، طهارة شرط لصحة الصلاة، ولا يسقط الوضوء ما يسقطه عنك النسيان. نعم. السائلة تقول: كانت في نفساء في رمضان وقد نوت الحج، هل يجب عليها أن تصوم القضاء قبل أن تبدأ بالحج؟ ليس بواجب، إن قدمت القضاء وبادرت به فهو أحسن، وإن أخرته بعد الحج فلا مانع، الوقت موسع ولله الحمد. نعم. السائل أبو خالد يقول: بالنسبة للرواتب الشهرية إذا كانت تدخل البنك، كيف أعرف أن زكاتها؟ هذه قضية تعرض لكثير من الموظفين وأصحاب الدخولات الشهرية، والذي يبرئ الذمة أن يضرب موعدا من السنة يخرج زكاة ما اجتمع لديه من التوفير، يحصيه ويخرج زكاته إلى مثله من السنة القادمة، يكون بذلك قد أبرأ ذمته إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أيضا له سؤال آخر يقول: بالنسبة لسجود السهو في النقص والزيادة، كيف يتم مأجورين؟ يتم أنك تسجد مثل ما تسجد للصلاة وتقول سبحان ربي الأعلى كما هو في سجود الصلاة، فإن كان سجود السهو عن نقص في الصلاة فالأفضل أن يكون قبل السلام، وإن كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة سهوا فإنه يكون بعد الأفضل أن يكون بعد السلام. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة أخرى وصلت من سائل يقول: ما حكم قول المسلم للمسلم جمعة مباركة في كل جمعة برسائل الجوال أو في المنتديات؟ هذا لا أصل له وهو بدعة، فلا يجوز التهنئة بيوم الجمعة، هذا لم يرد فيه شيء وليس من عمل السلف، فهو مبتدع، والمبتدعة يستغلون الآن الجوالات والإنترنتات على ما يذكرون، يستعملونها لترويج البدع بهذه الطريقة.
نعم. أحسن الله إليكم. فقرته الثانية يقول: كيف يكسب المسلم محبة الناس، وما دلالة محبة الناس له؟ يحسن إليهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه أحسن إلى الناس. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما صحة القول المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بفناء النار؟ لا حاجة لك بهذه المسألة، ولا تسأل عنها يوم القيامة، وليست من أمور دينك، أي من فضول المسائل، اتركها. وهي نسبت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، الله أعلم، لكنها لا يترتب عليها فائدة دينية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول عن التوبة النصوحة، وما هي علاماتها، وهل التوبة تكون من جميع الذنوب؟ نعم، التوبة من جميع الذنوب، تتوب إلى الله من كل ذنب توبة صادقة. التوبة النصوح هي التوبة الصحيحة المستوفية لشروطها، هذه هي التوبة النصوح الخالصة لله عز وجل، وشروطها معروفة: ترك الذنب، وعدم الرجوع إليه، عدم نية الرجوع إليه، والندم على ما حصل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما كيفية الصلاة على الميت، وما هو الدعاء المشروع على الصغير وعلى المرأة، هل هما سواء؟ صل مع المسلمين على الجنائز وتعرف كيفية الصلاة على الميت. المسلمون يصلون على الأموات لله الحمد، صلي معهم وتعرف بذلك الصلاة على الميت. نعم. وبالنسبة للدعاء للصغير والكبير اللي هو سواء؟ يدعى للكبير بالمغفرة والرحمة، ويدعى للصغير بالرحمة والمغفرة، وأن يجعله الله شافعا لوالديه، يدعى لوالديه. نعم. تقول فضيلة الشيخ هذه السائلة: كنت في العمرة، وأثناء طواف الوداع لم أطف طواف الوداع بسبب الدورة الشهرية، ورجعت إلى الرياض. وفي الوداع يسقط عن الحائض الحج والعمرة، ليس عليها وداع، خفف عن المرأة الحائض. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ: إذا كانت، يقول السائل، إذا كانت المرأة تعصي الزوج في جميع أموره وتقوم بتهزئته، فما موقفه منها مأجوري؟ موقفه منها أن ينصحها ويعظها ويذكرها، ويعمل قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أين طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قد أعطاه الله هذه العلاجات مع زوجته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: لدى زوجتي ذهب لم تلبسه منذ سنين، فهل عليه زكاة، وما قول الراجح في مثل هذا الذهب؟ العبرة بنيتها، إذا كانت تنويه للاستعمال ليس فيه زكاة، ولو لم تلبسه إلا نادرا ليس فيه زكاة. وإن كانت نيتها له للقنية، وأن تقتنيه للحاجة إذا احتاجت تبيعه، فهذا فيه الزكاة، كل ما حال عليه الحول فإنه يزكى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا شخص: عندي له أموال. أي نعم. نعم. وبحثت عنه فلم أجده، فماذا يلزمني الآن؟ يلزمك أن تنتظر حتى يأتي ويأخذ أمواله، تحتفظ بها، تكتبها في ورقة لا تنساها، تحتفظ بها، فإذا جاء فأعطيها إياه. نعم. هذا سائل يقول: يا شيخ، هل المار على المقبرة يشرع له الدعاء الوارد: السلام عليكم دار قوم مؤمنين؟ بلا شك، إذا مر بمقبرة المسلمين فإنه يقول هذا الدعاء، يسلم عليهم ويدعو لهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: العام الماضي والذي قبله، يقول، جامعت زوجتي في نهار رمضان أكثر من يومين، ماذا علي من الكفارة، علما بأنني لا أستطيع الصوم؟ عليك التوبة إلى الله، هذا أول شيء. ثانيا، عليك قضاء الأيام التي جامعت فيها. ثالثا، عليك الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع
فإنك تطعم 60 مسكينا. يقول: بالنسبة لزوجتي عليها قضاء 4 أيام وأدركها رمضان وهي لم تقضي، ماذا يجب عليها؟ إن كانت لم تستطع القضاء في هذه الفترة حتى دخل عليها رمضان فيبقى القضاء في ذمتها، إذا انتهى رمضان إنها تقضي وليس عليها غير القضاء. أما إذا كانت متكاسلة حتى دخل عليها رمضان الجديد وهي لم تقضي من غير عذر، إنها يكون عليها شيئان: الشيء الأول القضاء، ثانيا عليها الإطعام عن كل يوم مسكينا عن التأخير. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، في حج العام الماضي حجينا فريضة الإسلام، لكننا أثناء الذهاب إلى عرفة حرولنا في المشي، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، حرولتم أو مشيتم أو ركبتم سيارة أو دابة، الأمر واسع. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، لدينا امرأة كبيرة في السن وهي كثيرة الوسوسة، فهل يجوز لنا الكذب عليها لتخفيف هذه الوسوسة؟ نعم، عليكم بكل ما يخفف عنها هذه الوسواس، وليس هذا من الكذب، إنما هذا يقصد به منفعتها والتوسعة عليها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بالنسبة للميت يا شيخ، هل يصل الميت ثواب الأعمال التعبدية التي لم يرد فيها نص أو لم يرد فيها نص كقراءة القرآن والذكر والاستغفار؟ الاستغفار ورد فيه نص: بنغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، وكذلك الدعاء له ينفعه ذلك بإذن الله، وكذلك الصدقة عنه، وكذلك الحج والعمرة، الذي ورد فيها أدلة أنها تصل إلى الميت إذا تقبلها الله عز وجل، وما عدا هذه الأمور فلا دليل عليه، ومن ذلك قراءة القرآن، ليس عليها دليل أنها يهدى ثوابها للميت. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: من عادتي أن أؤخر صلاة العشاء نظرا لالتزامي بأولادي ووجودي في المطبخ. العشاء؟ نعم. إلى متى تؤخره؟ تؤخره إلى بعد منتصف الليل. لا بأس، لكن لا تؤخره عن ثلث الليل، لا تؤخره عن ثلث الليل، وإن أخرته بعد ثلث الليل إلى منتصف الليل فلا بأس. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.